مساء الخير. مساء النور يا سعيد. ايه الاخبار؟ كنت عند الاستاذ رؤوف، كنت بودي له شويه اوراق كان طالبها مني. ان شاء الله ربنا هنسلك على شاهين الوحش الادمي ده. يا رب يا سعيد. على فكره كان لي عندك خدمه. امور يا سمير، يعني عايزاك تسال رؤوف عن اتعابه، لان كل ما بحاول اديله اي مبلغ مش بيرضى ياخد حاجه مني، وبعدين انا خايفه اديله حاجه يستقلها. يعني شوفي، اي محامي بياخد المقدم الاول، وبعد القضيه ما بتخلص بياخد بيت اتعابه. بس يا ريت ياخد مني اي حاجه بس مقدم، عشان انا بقيت كده محرجه خالص. ما تشيليش يا عم، رؤوف مش هياخد منك ولا مليم دلوقتي، لانه عارف انك من طرفي. ربنا يخليك يا سعيد. عن اذنك. اتفضلي. يمكن يكون في الحمام. حمام ايه؟ لا انا عارفه هو فين، تعالي وراي. بس عارفه يا غاده، كل يوم بيعدي بحس ان انا مبسوط. ليه؟ اقول لك انا ليه يا حبيبتي. ايه ده؟ ايه يا فاطمه، انت دخلت كده ليه؟ امال عايز ندخل ازاي يا اخويا؟ وبعدين انت ولا انت هتفضل كمان كده لحد امتى؟ قولي له يا فاطمه، بيحسسني زي ما نكون بنعمل حاجه غلط. ان جيتي للحق يا حبيبتي، انتوا فعلا بتعملوا حاجه غلط، كل واحد فيكم واقف في بلكونته وكل الناس شايفاكم. امال عايزين نعمل ايه؟ من الاخر كده يا حبيب، انتوا عايزين تشوفوا بعض ولا عايزين تكلموا بعض؟ وده سؤال؟ ده عايزين نشوف بعض ونكلم بعض. خلاص، يبقى مفيش غير حل واحد. ايه ده؟ هو انا مش واقفه؟ هو انا هلا قدامكم؟ مفيش. ازيك يا انيسه؟ ازيك يا انيسه؟ الحمد لله. يلا يلا بقى، تعالوا خشوا جوه، خلونا نشوف هنعمل ايه. لا لحظه، اسمع الاول الحل من فاطمه. هي قالت لك فزوره؟ مسعد خشي. انتوا واقفين هنا بتعملوا ايه؟ ولا حاجه يا ماما، ابدا واقفين بنتكلم. يعني ابدا يا ماما، اصل انا وانيسه جينا نكلم مسعد يعني في موضوع عيد ميلاد بابا. ايه ده؟ هو النهارده ايه؟ يا الايام بتجري هوا، ويعني بتتكلموا في الشارع ما تدخلوا تتكلموا جوه. عندك حق يا ماما، احنا الايام بقى ونخش جوه. اها يا ماما بقى، هنعمل ايه في عيد ميلاد؟ انتوا عايزين تعملوها له مفاجاه ولا هتقولوا له؟ هو بابا عارف ان عيد ميلاده بكره؟ معرفش، هو كان معايا من شويه ما جابليش سيره. يعني ايه يا ماما؟ مش هنساله هو عايز ايه ولا ايه النظام؟ لا ما انا لازم اعرف هجيب له ايه. كل واحد يجيب له هديه على ذوقه. ما انا مش عارف برضه كده يا ماما هجيب له ايه. يا ابني يا ابني، انت هتفضل طول عمرك كده مش عارف؟ انت عايز تجيب له هديه في حدود كام؟ اللي تتفقوا عليه. يعني اسحب كام من دفتر التوفير؟ كل واحد فيكم يجيب له هديه في حدود 200 جنيه، حلوين 200 جنيه. وانت يا ماما هتجيبي له هديه؟ انا كل سنه بجيب له، اشمعنى السنه دي السؤال ده يعني؟ طب ايه رايك يا ماما لو كلنا جبنا هديه واحده؟ ايوه حلوه الفكره دي. يعني المجموع 600 جنيه ومني انا 400، يبقى كده معاكوا 1000 جنيه ومالكوش دعوه بهديتي. لا يا ماما، الاحسن ان كل واحد يستقل بهديته لوحده، وبعدين فكره حضرتك دي بتلغي الشخصيه خالص. الشخصيه يا حبيبتي ان انت تفكري صح، مش تبقي ضد وتعترضي على طول. وعموما مش عايزين 400 جنيه، خلاص بلاش. ماما لا 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 يا ماما، حضرتك انت دي غلط يا ماما. استني يا ماما، استني بس، انا هقول هو الموضوع اصلا انا شخصيا. مش لاقيه دفتر التوفير بتاعي. انت شايلاه في الدولاب ولا في التسريحه؟ انا كنت شايلاه في الدولاب. امال بتدوري عليه في التسريحه ليه يا ستي؟ ما انا دورت في الدولاب. مش مبروكة سرقته؟ مبروكة هتسرقه تعمل بيه ايه؟ دي لا بتعرف تقرا لا بتعرف تكتب. وبعدين اطمني، حتى لو خدته مش هتعرف تصرف منه قرش واحد. يا مبروكة. نعم يا ست انيس. ما شفتيش الدفتر بتاعي؟ دفتر ايه ده؟ دفتر التوفير. شكله ايه؟ ازرق. انا ولا شفت حاجه سرقه ولا حاجه حمراء. امال راح فين يعني؟ يعني ايه راح فين؟ بتسرقيني يعني؟ ايه ده كل ده؟ كل ده وما حضرتيش الفطار؟ الحقيني يا استان. ايه في ايه؟ ست انيسه مطلعاني حراميه. شفتي مين هي عشان تقولي عليها كده؟ يا ماما انا ما قلتلهاش كده، هي اللي فهمت غلط. انا بسالها عن الدفتر بتاعي. روحي دوري عليه، قد الكف كده ولونه ازرق قد بطاقه التموين. يلا. ليه كده يا بنتي؟ ما تتهميش الناس من غير سبب، حرام. الحمد لله كانوا تحت الفساتين اللي طلعوا 2 استان. طب روحي انت كملي الفطار. أنيسة هانم، دفترك بقى معاكي كام دلوقتي؟ 11000 جنيه يا ولد فطومة بقى.
1600 جنيه؟ وديتش فلوسك فين؟ والله يا ماما دخلت اليوم مشروع. مشروع ايه؟ مشروع يا ماما عندنا في الجامعة وبيطلع لنا منه أرباح. تصرفي من ورا أهلك 10,000 جنيه وتقولي مشروع وأرباح؟ ما هو يا ماما ما جاتش مناسبة أقول لحضرتك. ما جاتش مناسبة؟ ما جاتش مناسبة إيه يا بيت؟ ماما تصرفي 10,000 جنيه يا بيت وتقولي ما جاتش مناسبة؟ فيها ايه بس يا ماما؟ مش فلوسي؟ فلوسك؟ فلوسك فين يا ام فلوس؟ فلوسك دي لما تكوني اشتغلتي وتعبتي وجبتيها او جوزك اداهم لك، لكن دي فلوس احنا حاطينها لك في الدفتر للظروف. تصرفي 10,000 جنيه من ورانا؟ من ورانا؟ يا نهار اسود، انا الكلام ده مش داخل دماغي يا بنت انت خالص. يا دي المصيبه. وديت الفلوس فين يا بنت؟ هي حره يا نادي؟ لا مش حره، حره منين؟ في بنت في سنها تصرف 10,000 جنيه من ورا اهلها وتقول لي هي حره؟ وديتهم فين؟ هي مش قالت لك انها شاركت في مشروع مع زميلها في الكليه؟ انا ولا اصدق الكلام ده ويدخل ذمتي بنكره. انا لازم اتاكد بنفسي، ما يمكن بتكذب. لا فاطمه ما بتكذبش، احنا مربينها على الصراحه وقوه الشخصيه. انت ربيتها على الدلع وطولت اللسان عشان اخلص ذمتي من ربنا؟ انا مش مستريحه لموضوع الفلوس ده. قصدك ايه؟ مش فاهم. يعني ايه مش فاهم؟ ليه مش عايش معانا في الدنيا وعارف البلاوي اللي بتحصل للبنات اليومين دول؟ لا 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 لا, لا. الكلام ده بيجي عن دماغك بالنسبه لفاطمه وانيسه، احنا مربينهم احسن تربيه. انا حبيبي عارفه لان انا اللي مربياهم وعارفه ان تربيتهم احسن تربيه، بس يكون في معلومك بقى انا ام. عارف يعني ايه ام؟ يعني انا مش قادره استحمل ان بنتي تصرف مبلغ زي ده من غير ما اعرف ودته فين. ده يبقى حرام حتى لما نسيبها كده. طب انت عايزه ايه دلوقتي؟ مش عاوزه حاجه. هو انا هعرف اخد منك لحق ولا باطل؟ طب خلاص خلاص اقفلي الموضوع ده دلوقتي، انا هتصرف زي ما بتتصرف على طول. يعني بعد كل ده ناوي ترجع فوتنا ولا مش ناوي؟ ناوي طبعا يا اخي ناوي، بس البت هبله طلع من عينيا. خلاص خليك مع هبله وفوتنا. خلاص خليك مع فوتنا يا اخي. اديني وعد نافع. ما انت محيرني معاك، انت عايز هبله ولا فوتنا؟ انت عايز الصراحه؟ عايز الصراحه. الاثنين. الاثنين؟ ما انك راجل طفل صحيح، عايز الاثنين يا مفتري. وفيها ايه؟ فيها ايه بس يا اخي؟ فوتنا مهما كان برضو عشره وعارفين بعض واخدين على بعض، في النهايه انا بحبها. لكن عبله بقى، عبله الخفه والجمال والدلال، حقيقة تشوفها واحكم بنفسك. افهم من كده
انك عايز تتجوز الاثنين؟ يا اخي افهم بقى، انا هرجع فتنة تاني، لكن عبلة يعني بالنسبة لي هتبقى اكسترا، حاجة كده يعني في وقت الفراغ. وايه اللي يجبر عبلة على كده وانت بتقول انها حلوة ولونة وزي القمر؟ هو انا هقولها دي مش هتجوزها يا غبي؟ انا عارفه حلواني كده بقى، ويحصل يحصل بعد كده. حلواني منير يا حبيبي، جملة رفيعة عايز اقولها لك. ايه يا اخوي؟ انت اخرتك سودة. لا انا مظبط ومربط كل حاجة، انا قديم وخبرة واستاذ، وبكرة تشوف. بكرة؟ يا خوفي من بكرة واللي هيحصل لك بكرة. ايه ساكت ليه؟ مش عارف اختار شوية. وايه اللي محيرك؟ بصراحة مش عارف اجيب ايه بابايا في عيد ميلاده. اولا كل سنة هو طيب. وانت طيبة. ثانيا انت عامل ميزانيتك على كام؟ ايه الاحراج ده بقى؟ بعدين بقى نتكلم في موضوع الميزانية ده. اوكي 200 جنيه وممكن يبقوا 250. حلو، انت كده بقى ممكن تشتري له جزمة، وتشتري له معايا دستتين شرابات صيني. انت عارفة الدستة بكام؟ ب10 جنيه. ايه اللي بتقوله ده؟ انت عايزني اجيب لبابا في عيد ميلاده جزمة؟ ايوه يا بنتي، ده احلى هدية عشان كل ما يلبسها يفتكرك. لا فكر في حاجة تانية. ها. طيب هقولك، ممكن تشتري له كرافتات صيني. انت عارفة الدستة بكام؟ ب20 جنيه. لا ولا بلاش كرافتات، لحسن انا ملاحظ ان هو مش طايق يلبس بدل خالص اليومين دول. وبعدين بابا عنده كرافتات كتير قوي. طب يعني ما تفكري عايزه تجيبي له ايه؟ امال انا بسالك ليه؟ وده طلب مقدماه مدام عبلة كمال، عايزه تتنقل لاداره تانية او لمكتب تاني، قلت اعرضه على سيادتك. انا فاضي للحاجات دي يا معدوي، وديني الشؤون الاداريه. وبعدين ايه حكايه عبلة دي؟ ايوه صحيح يا فندم، ايه حكايه عبلة دي؟ مره عايزه تقعد مع سعيد بيه في الاوضه، ومره عايزه تمشي منها. الله، ايه الحكايه؟ الدلع اللي بتدلعه عبلة هانك ده. انا شايف يا فندم ان الست دي مش طبيعيه، وحتى يعني سلوكها ما تاخذنيش يعني. لا معداوي، لا زي ما اتفقنا الاخلاق دي مساله شخصيه، احنا اللي يهمنا اللي يخرج عن نظامنا، نظام الشركه. خلاص يا فندم، انا هدي الطلب ده لمدير شؤون الافراد هو اللي يتصرف. لا اسمعني بقى يا معداوي، تعالى بس اقعد. اتفضل اتفضل. انا من رايي يا معداوي. اتفضل سيادتك. انك ما تديش الطلب ده لمدير الشؤون الاداريه. امال سيادتك تؤمر بايه؟ هو مش جايز يتصرف تصرف يضايق بيه سعيد بيه، وانت عارف ده قريب وزير. خلاص انا هاشر على الطلب يحفظ. لا اسمعني كويس، انت تروح لسعيد بيه وتساله بينك وبينه كده، هو عايز مدام عبلة معاه في الاوضه ولا لا؟ الله عليك الله عليك، صدقني ما يجيبها الا رجالها، اهي دي الكياسه والحكمه، وبكده نخلق ايدينا من المسؤوليه. انا عايزك بقى تتعلم السياسه يا معداوي. بس يكون في معلومك بقى، انا ام، عارف يعني ايه ام؟ يعني انا مش قادره استحمل ان بنتي تصرف مبلغ زي ده من غير ما اعرف ودته فين. ده يبقى حرام حتى لما نسيبها كده. ليه مش عايش معانا في الدنيا وعارف البلاوي اللي بتحصل للبنات اليومين دول؟ في بنت في سنها تصرف 10,000 جنيه من ورا اهلها وتقول لي هي حره، ودتهم فين؟ المعداوي بيه عايز حضرتك يا فندم. قول له مش فاضي دلوقتي، قول له هعدي عليه بعد شويه. حاضر. انا من رايي تجيبي له حاجه تنفعه، انا عن نفسي احب الحاجه العمليه. زي ايه مثلا؟ يعني عربيته كويسه، يعني مش ملاحظ عليها حاجه الحقيقه، هي ابتدت تقطع شويه. بس هو ده، تجيب له طقم بوجيهات وتخليه يجيب العربيه هنا، نركبهم له ونشيك له عليها. حيلك حيلك، ناقص كمان اقول له ان الشركه في الورشه دي بشتغل فيها بين المحاضرات. عجيبه والله. اسمعني كويس بس، انت هتجيب له طقم البوجيهات وتدي له هديه، وتقولي له ان في واحد زميلنا فاتح ورشه وشاطر قوي، وبعدين يعني ما بياخدش كتير. ايه 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 ايه؟ لا انت ناوي
ده اللي كان ناقص. ده اللي كان ناقص ايه؟ هو مش زبون زي زبائن الزباين. يا خبر ايه بابا؟ ايوه يا بابا، ايوه كنت قافلاه. لا اصل كان عندي محاضره. انت وراكي حاجه دلوقتي؟ طب ارجعي على البيت وانا هحصلك. لا ابدا، عايز اتكلم معاكي. خير يا بابا. فاطمة حبيبتي، في حاجة عاوز أعرفها منك. حاجة إيه يا بابا؟ أنت عارفة أنا بثق فيك قد إيه، وإني دايما معودك على الصراحة. طبعا يا بابا طبعا. أنت عندك مشكلة وخايفة تقولي لي عليها؟ بلاش خايفة، مش عايزة تقولي عليها. مشكلة إيه يا بابا؟ بنتي يعني في الحياة الإنسان بتقابله مشاكل كتير. لا يا بابا الحمد لله أنا ما عنديش أي مشكلة. أمك قالت لي إنك سحبتي 10,000 جنيه من الدفتر بتاعك، الكلام ده صحيح؟ صحيح يا بابا. أنا عايز أعرف صرفتيهم فين؟ في مشروع. مشروع إيه؟ يا بنتي ما تنسيش إن أنا بثق فيك وإني معودك على الصراحة، وأنا أبوكي، أنا الأمان بالنسبة ليكي. يعني لو غلطتي أنا أقدر أصلح كل حاجة. لا يا بابا اطمن، انا ما غلطتش الحمد لله. كل الحكايه بس ان انا كنت متردده ان اقول لكم عملت ايه، يعني كنت مستنيه الوقت المناسب. مش فاهم قصدك. في الحقيقه يا بابا انا دخلت مشروع مع واحد زميلي في الكليه، هو يعني سبقني بسنتين، يعني هيتخرج السنة دي. المشروع ده عبارة عن مشروع ورشة إصلاح سيارات. الحمد لله يا بابا ربنا وفقنا والمشروع نجح والورشة اشتغلت. طب هو ليه اختارك انت بالذات تبقي شريكته؟ لا يا بابا هو ما اختارنيش، أنا اللي اخترته. ليه؟ يعني حسيت إن هو إنسان كويس قوي وطموح وعنده عزة نفس. ده غير بقى يا بابا ان هو فضل يحبني سنه بحالها، تصور. يعني هو كان خايف احسن اكون فاهمه غلط. لكن بقى يا بابا بعد ما عرفته وشاركته تتصورش حضرتك اعجابي بيه وبشخصيته زاد قد ايه. وانتي مشاركاه بالفلوس بس؟ لا يا بابا وبمجهودي كمان. ازاي؟ بشتغل في الورشة بين المحاضرات علشان ده ما يعطلنيش عن المذاكرة. طب ممكن اروح اشوف الورشة عشان اشوفه هو كمان؟ طبعا يا بابا، بس ممكن اطلب من حضرتك طلب، يعني يا ريت ما تقولوش ان حضرتك عارف. طبعا عشان اعرفه على حقيقته. بابا هو حضرتك هتقول لماما؟ أمك قدامها كتير عشان تفهم حاجة زي كده. ربنا يحميك. هو بيتهيأ له، هو أنا معقولة أنسى عيد ميلاده؟ ده سعيد ده عليه عمال. ما تبطلي اكل بقى وتردي عليا. يا ساتر كفاكي تخن بقى. وايه الكحك اللي انت عماله تلغي فيه من الصبح؟ حد بياكل كحك بعد العيد؟ انا بحبه قوي 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 قوي، تسليتي الوحيده. هوايه ما يعلم بها الا ربنا.
قولي لي بقى اجيب ايه لسعيد وخلصين. شوف بقى يا ستي، تروحي لاكبر محل حلواني في البلد، تجيبي له 2 كيلو كحك بالعجميه، و2 كيلو كحك بالفستق، و2 كيلو بتشوفوش، وقد كده 24 شريكه واخده ونطلع على القرف. صدقي ان انا ابويا عنده حق انه مش عايز يتجوزك. نهد يا شيخه، انا نهد بلد بتاع، وابني كمان عنده حق، يتجوز بناتك ازاي؟ يروح فيهم فين ولا يجي دول قد كده؟ يا سلام يا اختي، ما عنده سيمباتيك المعصعصه اللي زي ما عقبال ما يتجوزها هتبقى كده برضه. قولي بقى انك انت مش عايزه بناتي. قولي انك انت واقفه في طريقي، كل حاجه كل حاجه مش عايزه، دايما تزعليني. الاكل باين له شطه، ما اقوم اشوفه. حبيبتي انت كده نفسك تستد عن الغدا؟ لا يا طنط، دي تصبيره. تصبيره. انت خارج؟ زي ما انت شايفه. لا ما تخرجش النهارده بقى، خليك قاعد. اشمعنى؟ بتكلم جد والله، خليك قاعد، العيال عاوزين. يعني ايه عايزيني يعني؟ يعني هم قالوا لي احنا عاوزين بابا، ما تخليهوش يخرج. ايه عايزين يكلموني في موضوع مهم يعني؟ ما اعرفش. ناهد، بقى في حاجه بتحصل في البيت ده وانت ما تعرفيهاش؟ مش ممكن يعني. ده كان زمان يا حبيبي. عموما انا سالتهم قالوا لي احنا عاوزينه هو. طب اندهي لهم اتكلم معاهم دلوقتي. بس هم عاوزينك الساعه 9. 9 ايه؟ عايزين نروح معاهم السينما؟ جايز. طب اخرج اتمشى الساعه دي وبعدين ارجع لهم. طب ما تخليك الساعة دي في البيت مع مراتك. ألو، أيوة فوتنا، أنا منير. لو سمحت ما تقفليش السكه يا فوتنا، انا تعبان تعبان قوي، بتعذب. حرام عليك اللي انا فيه ده يا فوتنا. عشان خاطري اديني بس فرصه اتكلم معاكي وافهمك كل حاجه. انا مش قادر على اللي فيه ده يا فوتنا، مش قادر صدقيني. ايوه انا الو. ايوه يا عبلة يا حياتي، وحشتيني يا حبيبتي. لا ابدا، انا قاعد في المكتب شويه بخلص شويه شغل. مين فتنة دي؟ مين دي اللي اسال فيها؟ ده لا غطيقها ولا اسمع حسها ولا اشوف خلقتها. انا ما بحبش المفاجآت، ولازم تقولوا لي ايه هو الموضوع. يا بابا جمال الموضوع في مفاجأته. الحمد لله بقى ان حضرتك راسي عشان المفاجأة تبقى حلوة. ما تقلقش يا بابا، المفاجأة دي هتسعد حضرتك جدا. يعني مصرين ما تقولوش؟ اوعى حد يقول له، هزعل منكم. طب ايه رأيكم ان انا عارف بقى ايه هي المفاجأة؟ ما تصدقهوش، ده عايز يوقعكم. انا عارف. تحبوا اقول لكم؟ لا يا بابا انسى، انا متأكدة ان حضرتك مش هتعرف. حضرتك ريح نفسك. صدقني يا بابا مش هتيجي على بالك. فاكرين اني تايه عن يوم ميلادي؟ انا فاكر فاكر، بس من النهارده مش عاوز احتفل بيه، مش عاوز احتفل بضياع سنه من عمري. يعني الواحد لما عمره ينقص سنه دي حاجه ما تفرحش. انا مش عارف مين اللي فكر في الاحتفال بحكايه عيد الميلاد دي. وقتها الواحد بيحس قد ايه فات من عمره وقد ايه تقريبا فاضل. ليه؟ ده الواحد بيفرح بالسنه اللي جايه وبيحمد ربنا وبيشكره على السنين اللي فات. الف حمد والف شكر. يا بابا احنا هنقلبها غم، ده احنا جايبين لحضرتك هدايا عشان نحتفل بيك النهارده ونعبر لك عن حبنا، وعشان نقول لحضرتك ان احنا فاكرين اهم يوم في حياه حضرتك. بس انا مش عاوز احتفل بيه. خلاص يا بابا بلاش، حضرتك اعمل زي رونالد ريجن،
عمل ايه يا رونا دريم؟ هقول لك انا عامل ايه. هو اول ما وصل لسن ال 41 قال انا النهارده عيد ميلادي الاول وماليش دعوه بقى بال 40 سنه اللي فاتوا. يبقى خلاص احنا النهارده بقى نحتفل بعيد ميلادك ال 15. 15؟ يا ليت. موافق بس على شرط، مش هطفي الشمع، يعني هسيب الشمع والع، لان النور هو الحياه والظلمه هي الموت. يا ساتر بابا حبيبي، ايه رايك دلوقتي ندخل نجيب لحضرتك الهدايا اللي اشتريناها؟ يلا. النبي عليه الصلاه والسلام قبل الهديه. عليه الصلاه والسلام. يلا يلا. ثانيه واحده. مبروك، افتحي الباب. هنشيل لك بقى 40 شمعة، بس التورته هتبقى مخرمة. محدش غريب هياكل منها. الورد ده عشان حضرتك يا استاذ. حطيه في فاز. من مين يا سعيد؟ ده من سميرة. مين اللي قالها؟ معرفش مين اللي قالها. ازاي ما تعرفش؟ هي عرفت من نفسها ان النهارده عيد ميلادك؟ صدقيني ما اعرفش مين اللي قال لسميره ان عيد ميلادي النهارده. انا يا بابا، انا قابلت غدا على السلم وقلت لها ان عيد ميلاد حضرتك النهارده. وانا كمان يا ماما قابلت غدا وهي طالعه وقلت لها. وانا قلت لطنط سميره ان عيد ميلاد بابا النهارده. ليه؟ تقولوا لها ليه؟ هي من بقيه قرايبنا؟ يخصها في ايه ابوكوا عشان تقولوا لها ان النهارده عيد ميلاده؟ يا ماما طنط سميره ما بتستحملش علينا حاجه وحشه، هو معانا في كل مناسبه. يعني كلام ولادك صح يا نهد. ده طبيعي انك تقول كده. مبروكه، الورد اللي عندك ده طلعيه على السلم، ما تخليهوش في البيت. ما يصحش يا نهد، دول قصادنا على طول، لو شافوا الورد مرمي هيزعلوا. ما يزعلوا، انا فهمتها اكتر من مره انه انا بحب اعمل حدود مع الناس وانه انا مش عايزه صاحبها، قلتها لها بشكل علني. انا واحده مبدئي الاقتصار عباده، خلاص انا حره، لا زيها ولا تاذيني، انا مش غلطانه في حقها. انا عمري ما جاملتها، لا بعت لها بوكيه ورد ولا دخلت عليها بعلبه شوكولاته. حقي، ربنا مديني الحق ده، انا عملت لها حاجه وحشه، انا حره، غلطانه؟ لا لا مش غلطانه. خلونا في الاهم، وروني بقى ايه الهدايا اللي انتوا جبتوها لي. انت جبتي لي ايه يا ماما؟ حلوه قوي البيجامه. بجد حلو. بجد حلو من شكل. فاكر يا سعيد؟ فاكر ايه؟ فاكر البيجامه اللي جبتها لك ليله زفافنا؟ ياه، دي حاجه فات عليها سنين طويله. بس انا فاكره، كانت حرير ولونها سكري. طب ما تقيس يا سعيد اشوفها عليك. ضروري يعني؟ اه، عشان اقول لك كل سنه وانت طيب. انت شايفه كده؟ حاضر حاضر يا ماما. خير يا معدو بيه؟ والله ما انا عارف يا سعيد بيه، ابدا منين ولا منين؟ ايه الحكايه؟ عايزين ترفدوني ولا ايه؟ يا راجل الشر بره وبعيد، نرفتك ازاي؟ ده الشركة من غيرك لا تعرف لا تروح ولا تيجي. كتر خيرك. امال ايه الموضوع؟ يا سيدي الله يجازيها اللي اسمها عبلة. عبلة؟ ايه؟ قدمت فيها شكوى تاني؟ لا شكوى ولا حاجة. وهي لو قدمت حاجة زي دي احنا اصلا هنقبلها؟ ده انا كنت اديها لفت نظر فورا. اتفضل يا سعيد بيه. يا سيدي عايزة تنقل مكتبها لأوضة تانية. عايزة تقعد مع الستات عشان يقعدوا ميرهم ويجيبوا سيرة الناس. طب وانا ايه دخلي في الموضوع ده؟ يعني انت مالكش الرأي في الموضوع ده؟ يا معدوي بيه، واحدة عايزة تنقل مكتبها، انا اقعد افكر واقضى حزينات فكري عشان اقول لك رأيي في موضوع زي ده؟ يعني انت ما عندكش مانع؟ بقى بعد كل اللي قلناه ده يا معدوي بيه ولسه ما فهمتش يا ابو المفهومية؟ معذرة، اصلا احب ادقق قوي وما اخدش قرار الا بعد ما نتشاور معا. ما انت عارفني طول عمر الراجل ديمقراطي. انت هتقول لي ده انت ابو الديمقراطية؟ ابو ايه؟ الديمقراطية. بالمناسبة يا سعيد بيه، هو ابو الديمقراطية كان اسمه ايه؟ السلام عليكم. السلام. المهندس سامي فين؟ جوه. انا مش مهندس، مش مهندس سامي. ايوه اهلا اهلا بحضرتك. انا جاي لك بتوصيه.
حضرتك تؤمر. التوصية بتاعتي فاطمة بنتي زميلتك في الكلية. يا أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. اتفضل اتفضل هنا في الهواء. اتفضل اتفضل. فاطمة بنتي قالت لي إنك مهندس ميكانيكا جامد. وهم مهندسة فاطمة بتبالغ قوي والله. حضرتك تاخد إيه؟ لا مش عايز حاجة. لا والله لازم حضرتك تاخد حاجة. لو عاوز كنت طلبت. القهوة اللي جنبنا هنا فيها كل حاجة. يا ابني أنا عودت نفسي دلوقتي اللي أنا عاوزه بطلبه أو بعمله، واللي مش عاوزه ما بضغطش نفسي عليه. حضرتك قلت اللي أنا بعمله بالظبط. امبارح كان عيد ميلادي. عارف. عارف منين؟ الباشمهندسة فاطمة حكيت لي على الموضوع من أوله لآخره. وقالت لك إن أنا بكره أحتفل بعيد ميلادي؟ وأنا مع حضرتك في الرأي ده. الظاهر ان احنا هنتفق في حاجات كتير. يبقى باذن الله كله خير. قولي هتعرف تصلح لي عربيتي كويس؟ حضرتك هتشوف بعينك دلوقتي، ومش هخلي حضرتك تمشي من هنا غير وانت مبسوط وراضي عن شغلك. المهم ان شهاده بنتي في حقك تكون في محلها. طلاق مره واحده كده يا فوزي؟ مره واحده ايه؟ ده انا هصفي دمها عبال ما اطلقها. هلففها كده حوالين نفسها لغايه لما تقول حقي برقبتي. ليه بس كده يا فوزي؟ ليه؟ ده انت اكتر واحد صايع فينا يا راجل، قصدي يعني اكتر واحد عايش براحته في بيته. مراتك عمرها ما قالت لك رايح فين ولا جاي منين، عمرها ما سالتك نازل امتى وجاي امتى. ده انت عايش ولا العزاب يا راجل. اديك قلتها بنفسك اهو، عايش معاها ولا العزاب، مش بخليها حاسه بيا خالص، نسمه هوا قاعده في البيت، وبعد كل ده مش عاجبها يا سيدي. لا 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 لا، ما عندهاش حق فعلا. يا راجل يا راجل يا طيب، ده انا برجع البيت يا دوبك اضرب لقمه وانزل تاني ما ارجعش الا وش الصبح، يعني سايب لها الشقه تمرح وترعى فيها، لكن هتقول ايه؟ نمروده. وانت كل يوم على الحال ده يا فوزي؟ ايوه يا سيدي كل يوم على الحال ده. اللي انا اعرفه يعني انك ما عندكش شغلانه تانيه. بتروح فين يا فوزي؟ يعني ايه بروح فين؟ هو انا مش انسان ولا مش انسان؟ ما انا بروح هنا اضرب حجرين اطرقع نفسين هنا وهلوم مجره كده يعني. لا 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 يا اخي، ده الغلط راكبها من ساسها الراسه فيها. ايه يعني نفسين ولا حجرين؟ ايه يعني؟ مش بقولك نمروده. على كل حال يا فوزي، انا عايزك تهدي نفسك دلوقتي لحد ما يتقابل مع سعيد واحمد ونشوف لك حل في مشكلتك دي. حل؟ هو انا لسه هستنى ما تشوفوا لي حل؟ انا خلاص يا حبيبي لقيت الحل. ايه هو الحاجه ده يا فوزي؟ هلففها محاكم مصر محكمه محكمه، هخليها كعب داير كده، وفي الاخر هزقلها على مستشفى المجانين. ولو ما عملتش كده ما بقاش انا فوزي. انا اسمي فوزي ايه؟ فوزي الجن. فوزي الجن، وانا اهو وانت اهو. ايوه يا سامي، ايه الاخبار يا اخي؟ تسيبني كده قاعده على اعصابي؟ طمني، بابا لسه عندك؟ ايوه يا باشمهندسه. لا احنا كنا بنجرب العربيه. طمني كله تمام باذن الله. دي فاطمه؟ حضرتك بتطمن بس. لا انت طلعت مهندس شاطر بجد. دي شهاده عظيمه يا فندم. انت زي مسعد ابني، هتتخرج السنه دي باذن الله. وناوي تتوظف؟ حد يبقى عنده مشروع زي مشروع الورشه دي ويروح يتوظف؟ ايوه. هيدوني كام يعني في الوظيفه؟ لا في شركات قطاع خاص بتدي الشاطرين اللي زيك 2000 جنيه في الشهر. انا ممكن اطلع قدهم مرتين من الورشه. برافو عليك، انا بيعجبني تفكير الشباب اللي زيك. السلام عليكم. انا عاوز حضرتك تجيب لي العربيه يوم خميس وتسيبها لي لغايه يوم الجمعه بالليل. هغير لحضرتك كام حاجه فيها كده، هترجع حقيقي زي ما كانت في الاجنس ان شاء الله. حسبنا كام النهارده؟ 150. مش هفصلك. احنا هنا حضرتك بنشتغل بما يرضي الله، ولو كان الموضوع محتاج فصال انا كنت قلت لحضرتك مبلغ اقل من كده على طول. السلام عليكم. انت قلت لي اسمك ايه؟ استنى عندك، استنى عندك. ايه يا ولية؟ انا بقالي ساعه بنضف في الارض وطالع عيني، وحضرتك تخش بالجزمه وتوسخ الارض. يا ولية يا خرفانه، امال البتاع اللي حطينا على الباب دي حاطينها ليه؟ في حد سال عليا؟ ايوه الحانوتي. حانوتي؟ الله يخرب بيتي، فالله ولا في قالك. ايوه حانوتي تربي. بقولك ايه، غوري من قدامي، امشي من قدامي وانت ساحب عزرائيل وراكي. انا مالي، مش حضرتك اللي بتسأل؟ ركزي معايا، مين اللي سأل عليا؟ واحد قال انه التربي بتاع القرافة بتاعتكم. تربي؟
مالك مش عايز ايه؟ لا بس قال لي لما حضرتك تيجي اقول لك عشان تكلمه ضروري. في حد تاني سأل عليا؟ واحده صوتها حلو رنان. واحده صوتها حلو ورنان؟ ما قالتلكيش اسمها ايه؟ لا بس هي سألت عليك. واحده صوتها حلو وسألت عليا، ما قالتش اول حرف من اسمها ايه؟ المهم قولي لي جابوا له ايه. الله، طب ومسعد جاب له ايه هو كمان؟ يا اختي دول جايبين له حاجات غاليه قوي. اهلا 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 اهلا. لا اهلا ولا سهلا. ليه بس كده يا بابا؟ امي غرقت. امي غرقت؟ يا مين اللي غرقت؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا سعيد؟ انت بتهزر؟ والله ما بهزر. ناهد لسه مكلماني وقال لي هات محسن وتعالى بسرعه لحسن ماما غرقت. يلا يا محسن في انتظارك. طيب طيب انا جاي جاي. الحكايه يا محسن، مرات خالي غرقت. غرقت؟ ايه اللي بتقوله ده؟ مش انا اللي بقول، ده سعيد اللي بيقول لي، وسعيد بيقول لي نقلا عن ناهد، وناهد بتقول له نقلا عن خالي. خالك على فكرة خالك ده ما بقاش طبيعي أبدا. معلش يا حبيبتي نبقى نناقش الموضوع ده بعدين، أنا لازم أروح دلوقتي لحسن يكون خالي اتجنن وهينقلوه سرايا المجانين. يعني مش هتتغدى؟ مش هينفع، مش هلحق دلوقتي. هبقى اتغدى بقى عند ناهد وسعيد، ده إذا اتغديت من أصله. باي باي. لا واستان. ايه في ايه يا مان؟ ثانية واحدة افتح الباب. محسن تعال. ايه يا عمي؟ يعني ايه حماتي غرقت؟ هي مرات خالة الله يرحمها كانت بتعوم وغرقت؟ بتمدك انت عقلك سليم؟ انت مش كنت نازل هنا رأس انت ومراتك ساعة السر الالهي ما طلع؟ ايوه طيب فهمونا ايه اللي حصل؟ جايبيني على ملا وشي ليه؟ يا ماما يعني عليكي وعلى اللي جرالك يا ماما. يا اخوانا قالوا لنا ايه الحكايه بالظبط؟ انا هقول لك، انا رجعت من بره بسال ام زكي، حد سال عليا قالت لي الحنوتي. حنوتي؟ حنوتي بيسال عليا؟ اترعبت انت؟ لا 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 ده التربي. تربي اتنجلت اكتر، قعدت اخد ودي معاها في الكلام لحد ما عرفت فعلا انه التربي، وعرفت كمان ان واحده ست صوتها كويس وحلو قوي سألت عليا بس ما رضيتش تقول اسمها. اه دي واحدة بترسم عليك بقى يا خالي. ما انا برضه قلت كده. انت سايب ماما غرقانة ومركز في الستات، حرام عليك. مين قال لك ان انا سايبها؟ ما انا جاي هنا ليه؟ طب المهم حصل ايه بعد كده يا عمي؟ انا هقول لك ما كدبتش خبر، اتصلت بالحنوتي. الحنوتي ولا التربي يا خالي؟ قصدي التربي، ما هم الاثنين موصلين لبعض، وعرفت المصيبة اللي حصلت. جرأ ايه ناهد بس؟ الله وده وقته؟ أصلك مش عارف اللي حصل يا سعيد، مش عارف اللي حصل. ايه اللي حصل؟ ما تفهمنا يا خالي، قال لك ايه التربه؟ قال لي ان المياه الجوفيه نشأت على التربه وغرقتها وبقت عامله زي البير اللي مالوش قرار. يا حبيبتي يا حبيبتي اهدي يا ناهد يا ناهد، دي حكايه بسيطه جدا، احنا ممكن نجيب عربيه شفط نشفط الميه دي ونفتح التربه تسيبها تتهوى لما تنشف وترجع زي الاول واحسن. يا ريت الموضوع كان بالشكل ده. المهم هو شاف ماما عامله ايه دلوقتي. جرى ايه يا ناهد؟ الله الست ماتت الله يرحمها، هيفرق معاها ايه الميه تنشع ولا التربه تقع؟ ما هو التربي قال لي فعلا ان التربه وقعت من جوه، وحتى لو صلحناها مش هتنفع لان الميه هترجع تاني. انا المهم ما تسيبونيش ماما غرقانه وخلاص. طب اهدي بس، احنا يعني لازم نشوف مدفن تاني. ومدفن تاني ليه يا سعيد؟ المدفن بتاع ابويا موجود وامي الله يرحمها مدفونه فيه، يبقى خالي ان شاء الله يدفن فيه. اندفن فيها؟ اخس على ملفظك، بتفسر في وشي؟ اندفن ده كلام تقوله وانا على وشي جواز؟ وفيها ايه بس يا خالي؟ ما احنا كلنا هنموت ونندفن، انا بس عايز اوفر لك تمن مدفن. يا سلام يا اخويا، ونسيب ماما مدفونه لوحدها. امال نعمل ايه يعني؟ نموت حد فينا عشان نروح يونسها؟ ما هو التربي قال لي ان التربه خلاص ما عادتش تنفع، ولما نجيب مدفن جديد نبقى ننقلها فيه. المهم تروحوا من دلوقتي تشفطوا. هنشفط هنشفط، اطمني.
بقول لك يا سعيد، حياه والدك كده ما تشوف لنا حل في حكايه المدفن ده. بس انت عارف انا ما بفهمش في الحاجات دي يا عمي. يبقى ما فيش غير محسن. انت بقى عليك تشوف لنا مدفن جديد كده كويس، يعني مين عارف يمكن يبقى لك نصيب وتدفن فيه، بس عايزينه بقى شيك كده وعليه القيمه وما توصلوش المياه الجوفيه. جرى يا خالي، هو انا ايه بقيت التراب بتاع العيله يا ماما؟